شو رح تموت؟ لا ما في شيء مهم، كانت عاملة اوفر دوز ولحقناها، بس ما رح تقدر تحكي قبل شي ساعة. إذا ممكن تتفضل تنطرها برا؟ لا ما تخاف ما رح تزعجها. أنت إذا فيك تتفضل تنطر برا. متأكد إنه الفصل الثالث مكتوب، شو موجود فيه؟ كان جحيم الماضي جنة ثانية مقارنة بالجحيم المنتظر، وكان التساؤل حينها: هل أشجار التفاح في بيروت مجرد مصادفة؟ أم لثمار الخطيئة الأولى معنى آخر؟ أشرب فودكا أرجع، أشرب ويسكي أصدع، تكيلة أنمل، جوجو أشرب ويسكي أرجع. مانك طالعة اليوم؟ مش طالعة إيه يا بت؟ أنا طلعت ثلاث مرات وفاضلي طلعتين. إيف والله والله حسيت حلو. منيح منيح منيح. كيس وين؟ أرجع أصدع. ملك يا بيبة، قلبة وشك ليه؟ دودي مسح بكرامة الأرض. ما ده العادي، بس اشمعنى؟ أكيد خربت الدنيا فوق راسه. ضربت الراجل اللي اسمه فادي بالجزمة وديته بالقلم. حدا بيعمل هيك مع فادي؟ لا أكيد، ما هو حق دودي، ما هو حق. رجال مريض عم بيطلب مني أشياء غريبة. هو صحيح طلباته غريبة، بس مقرش في آخر الليل هيديكي فوق حقك حتة. أنت عارفة يا حبيبة؟ الراجل ده مرة كيفه جابه يعلقني في النجفة ويربطني من رجلي، قلت له لا، طلع لي 2000 دولار، قلت له هلا. هودي يا حبيبة، ما تنشفيش دماغك مع دودي، صاحبيه ما تعديهوش، ده سماوي، وإذا كان حظك ما جابكيش يمين، خليكي شمال. هتمشي في النص لوحدك؟ مع حق جمانة، قد إيه اللي بقلك هالحكي؟ انت ليه محسسيني انه عم يطلبوا مني شيء عادي؟ انا فهمت كثير منيح شو بدكم مني وعم بحاول اعمله، بس كثير صعب، عم بقرف. انا عارفه انه صعب، بس انا عندي ليكي وصفه مش تخليكي تنسي، لا ده انت تبقي مبسوطه كمان. وصفه ايه دي بقى؟ تسعى بيره ترجعي وتنزلي على طول. لو بتعرفي قد ايه طلعت زلمه معك، دمك كله كوكايين، بس انا ما خليتهم يعملوا محضر. بكفيك قضيه وحده، شو ناقصيك؟ كتب مذكراته ولا رواية ولا مجرد كلام على ورق؟ على فكرة أنا مش مصدق إنه أنت الملاك الوحيد.
جهنم ما فيها ملايكة. كان عيداً للحب بالنسبة للجميع، لكنه كان مجرد يوم في حياة ذلك الملاك. ملاك خلق من نار ليعيش على تراب الأرض. تعرفيش بابا فين؟ خرج من شوية. مش كده انتوا مقضينا هرج ومرق؟ بقى الليلة. هاي لولا، تعرفيش بابا فين؟ نزل عشان عنده دم. فالنتاين بقى. طب هتعملي حاجة النهاردة؟ لا، هشتغل وبعدين اروح. طب ينفع قمر زي ده يشتغل يوم الفالنتاين؟ والله القمر محدش عبره ولو بالتليفون حتى. لا، وجاي يسأل بابا فين يا ليلى. هو انت يعني فاكره ان انا جاي قبله عشان وحشني؟ انا جاي بس اشوف ان هو مش موجود عشان اخدك ونخلع بعربيتي الجديده. عربيتك الجديده؟ كل عيد حب وانت طيبه يا حبيبه. هو انت بتكلمني عشان تقول لي كده؟ وأمرت إيه بقى إن شاء الله؟ الله، مالك في إيه؟ ده النهاردة حتى ليلة مفترجة يا حبيبي. الكلام ده على اتنين بيحبوا بعض، إنما عليا وعليك ليه؟ مين قال بس إن أنا ما بحبكيش؟ حبيبي أنا لسه بحبك. طب دي حاجة كويسة، حبني براحتك. أنت ليه مش قادرة تفهمي إني مش قادرة أشوفك مع راجل تاني؟ راجل تاني؟ متأكد إن لو راجل تاني غير مجدي أديب كنت هتتضايق برضه؟ طب اقفل يا ناصر بليز عشان مجدي داخل عليا. ولا تحب اقول له معلش يا حبيبي مشغوله؟ اصل ناصر بيكلمني في التليفون يقول لي هابي فالنتاين. لا، وعلى ايه يا حبيبه؟ توقع الناس في بعضيها ليه؟ مش هرد يا ناصر. عيد حب سعيد. ميرسي. اتأخرت ليه؟ كنت بشتري الهدية، خدت مني وقت مرعب. أصل الراجل اللي بقاها لي كان راجل متعب. بحبك. الهدية اللي من عند الراجل المتعب؟ ده مفتاح فيلتك الجديدة. كل سنة وانتوا طيبين. هابي فالنتاين يا اختي. بصوا بقى، انا عايزكوا تتكسروا وتكبروا تكبروا تكبروا لحد ما تغطوني واتدفى. وصلي دي لزمايلك. يلا سلام. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تقعوا كده؟ عيني عينك. يلا تعال خليكوا. سلام. تحت بيتنا جزار وغاوي، اقول له كبده يقول لي كلاوي. تحت بيتنا جزار وغاوي، اقول له كبده. قول تحت بيتنا جزار وغاوي، اقول له كبده يقول لي كلاوي.
وحشيني قوي. على فكرة أنا ما بشيلش سري مع حد، بس انتي بنت تمام، بس مش معنى كده إني أحبك، لا أفوقي فرج ما بيحبش. هي دي بقى طريقة احتفالك على الفالنتاين؟ تتفسح بالعربية ونتفرج على الطبيعة؟ لا طبعا، بس حبيتك تكوني أول واحدة تعرفي. دي الفيلا اللي جابها مجدي بيه أديب لحبيبة هانم بيطار. مجدي بيه جاب لحبيبة فيلا؟ طب ليه؟ هو حد سأله ليه لما عمل لها أتوليه؟ عادي، فلوسه هو حر فيها. لما هي فلوسه هو حر فيها، احنا ايه اللي جابنا هنا؟ قلت حد يشاركني الفضول مش أكتر. والله أنا اللي عايزة حد يشاركني النفسية دلوقتي. بس حلوة الفيلا. ماشي ماشي مروان. استغربك. اشمعنى؟ يعني صحابك اللي انت متربي معاهم تحس ان هما جايين من مكان وانت من مكان تاني، طريقة تفكيرك غيرهم، كلامك عكس كلامهم، تتكلم بلهجة تانية، تصرفاتك عكس تصرفاتهم. دي قدرات يا حبيبة، انت عندك اقرب واحد منهم ليا ناصر، ماسك العصاية من النص، رجل هنا ورجل في اسكندريه. اما عماد فهو هو، ما اتغيرش من يوم ما عرفته. الواد ابن الرقاصه بتاع الازاريطه اللي مصاحب ولاد الناس بتوع كفر عبده، بيلعب معاهم مزيكا وبيتعلم منهم لغات. اما فرج بقى حاله خاصه جدا. لو قعد 100 سنه في القصر الملكي البريطاني هيطلع معفن برضه، سلوكه من جواه ما بيتاثرش باي حاجه خارجيه. وبعدين هروح بعيد ليه؟ ما انتي وكارين رغم ان انتوا متربيين مع بعض. بحب الطريقه اللي بتشوف بيها الدنيا، بتبسطها قوي. ايه بقى؟ هنقضيها بحب طريقتك، بحب هنيتك، بتبسط وانا جنبك. امال هتحبيني امتى؟ عشان خاطري يا مجدي، اديني شوية وقت، خليني أحبك بالراحة. اللي بيجي بسرعة بيمشي بسرعة. لا، حبيني على الأقل من مهلك، على 10 سنين حتى. تفتكري الرجالة لما بتكبر بتتعبت ليه؟ والله مش عارف. بص، الموضوع ده اكتر واحد تساله فيه هو مستر مجدي، هو يفهم فيه اكتر مني. انت قصدك ان انا بتكلم على ابويا؟ انا قلت كده؟ انت بتسال وانا بحاول اجاوبك. ماشي يا ستي. طب تفتكري لو انا وانت متجوزين بقالنا 25 سنه وجيت في يوم اتجوزت عليكي هتحسي بايه؟ الصراحه لو بعد 25 سنه هقول لها اتفضلي. انا اصلا مفكر اتجوز كل 5 سنين عشان الزهق. ده ايه البجاحه دي؟ حتى لو فكرك كده خليه جوه نفسك. هي الصراحة وحشة يا ميرو، وبعدين ما تزعلش قوي كده. طب ممكن تحجز أول 5 سنين، تريح 5 وترجع تاني. لا إيه الجو ده؟ 5 سنين إيه بس؟ هما 2-3 بالكتير، أنا بزهق أكتر منك على فكرة. والله. ماشي يا مروان، أنا بقى هوريك مين بيزهق أسرع من التاني. إيه يعني ما ينفعش أستظرف؟ أقف جنبيكي كومبارس؟ طب ممكن يلا بقى عشان عايز أروح. طب ما تستني 5 هوصلك. طبعًا، تقولها بثقة قوي، أنت عندك عربية جديدة. عيني عليك يا لولا.
سلام يا كويسة. ايه يا كابتن اللي موقفك مالت كده؟ هو ايه ده؟ انت مش شايف فستان الاصفر اللي داخل عليك؟ انا من المفاجأة بقى اللي انت مش عامله حسابك عليها ان انت داخله على واحد اصفر قاعد في المكان. اشرب ايه؟ غلس وعجوز وعندك 100 سنه. انا مش جاي اشرب، جاي اقول لك هابي فالنتاين. متزعليش مني، انا نسيت، بس اللي حصل لي الفترة اللي فاتت والتهزيق اللي أنا اتهزقته زي ما تقولي كده أثر على الذاكرة. محدش يقدر يهزقك. وأنا ما قلتلكيش؟ أنا اتهزقت خلاص. اتهزقت قوي كمان. وحظي الأسود بقى إني اتولدت مصري. وعندنا الحاجات دي بتنقح شوية. يعني تقدري تقولي كده الغبي عنده كرامة. كسبوا إيه؟ ما انا معاك اهو تحت رجلك، وبعدين ما انت اهو قدامي زي الفل. انت مش بلطجي يا حمزه عشان تتعامل مع الناس دي، انت الكسبان. كسبان ايه بقى ان شاء الله؟ كسبان انا؟ كسبانك ازاي يا حبيبه؟ قدرت اعمل لك حاجه؟ ولا هنقضيها كل يوم بقى اخد علقه الصبح وتيجي بالليل تطبطبي عليا وتقولي لي ما تزعلش يا حمزه؟ يا عم انت مش مؤلف، يعني حياتك مليانة دراما وأكشن وسسبنس ورومانس وحصان أبيض ومزة ورات لابسة شورت. شورت؟ أقول لك اتهزقت، قولي لي مزة وحصان وشورت. أنت هتفضلي مقضيها هبل في هبل كده كتير؟ وهو الحب هبل يا عبيط؟ لا، الحب عبط يا هبلة. إملى إملى المكان طاقة سلبية وإحباط، شع! ما تتفائل شوية، ركز في كتابتك. كتابتي؟ آه، كتابتي دي بقى مصيبة منيلة بستين ألف نيلة. ليه بقى إن شاء الله؟ طقشت مع فؤاد، الرواية مش تنزل. طيب، ممكن أنشرها لك أنا؟ عايز البوليس لما يحقق تختفي خالص، ما يلاقيلكش اي اثر. حاضر، بس ايه؟ حنيت ولا ايه؟ لا مش مساله حنيه، بس انا بقول يعني المسامح كريم. ده المسامح يا حبيبي، بس مش انا. طب انا بقول لحضرتك تهدي كده وتستريحي وكل حاجه هتحصل زي ما انت عايزه وزياده. أنا مش هرتاح يا سيد، مش هرتاح لما أعمل فيهم زي اللي عملوا في بيتي وأخسرهم حياتهم زي ما خسروني حياتي. يلا روح، يلا روح وطمني أول ما يحصل. تحت أمرك. حاضر، أستأذن منك.
برضه عملتي اللي في دماغك؟ اه يا مروان، وما كانش في حاجه صح اكتر من كده ممكن تتعمل. لا غلط، لانه مش قرارك لوحدك. امال قرار مين؟ قرار انا وانت مثلا؟ ايوه، دي اقل حاجه لو انت باقي عليا. اه جينا بقى للكلام اللي ما بياكلش عيش. هو انا ما قلتلكش مش الحب بقى اوضه قديمه؟ هيجي اليوم يا ليلى وتعرفي ان انت كنت غلطانه. واقول لك حاجه كمان؟ لا شكرا، مش عايز اسمع. صار بالظبط قبل الحادث بقديش؟ يوم، اثنين، ثلاثة، عشرة؟ فالنتاين، آخر فالنتاين بيناتنا. ماليش في شغل العيال الصغيرة بتاع الكتابة على الحيطان ده يا سيدنا. أنا ست عايزة أحافظ على بيتي، ويوم ما أخد موقف مش هشغل نفسي بمشاكل تافهة مع شوية ستات رخيصة. أكتب على الحيطة؟ وأنا أعمل كده ليه؟ فكر فيها هتلاقيها مش مظبوطة. أنت إيه اللي أخرك يا عماد؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ إيه كنت فين دي؟ في أي حتة يا أخي، هتفرق إيه يعني؟ عشقة طيار عاشقة وغلبانة والنادي. ايه بقى الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ اوعى تنسى اللي انا طلبته منك. يا طيار انت هتجنني؟ ادقها لك واسمع على دراعي عشان تتاكد انها فاكر؟ ما انت قلت لي 100 مرة يا اخي، وبعدين جايبني لغاية هنا عشان تقول لي كده؟ كنت يا اخي بعتولي اس ام اس او رسالة زي اللي كانت مع عادل امام في فيلم رسالة الى الوالد. في يا عماد، باكد عليك يا اخي. طب والنبي قولها كمان احسن، صوتك بيعجبني وانت بتقولها. اوكي ما تقلقش، خلاص اهو الوشم اهو، باي باي. الله. اطلب لنا اتنين قهوة. عماد مشي بسرعة ليه؟ كنت ببلغه بحاجة ما تنفعش تسأل في التليفون. يا مجدي مالك؟ انت ما بتنامش كويس ولا ايه؟ انام ازاي بس والبلاوي اللي ورايا وام الشغل؟ هو ام حاجات كتير بصراحه. انت مش قلقان؟ اللي كنت قلقان منه حصل خلاص. طب انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ انا بحبك. ليه؟ ليه ازاي يعني؟ ليه بتحبيني؟ عشان انت بتحبني. طب انا بحبك ليه؟ الراجل الغريب ده المفروض انت اللي تجاوب على السؤال. لا احنا كده بنلعب عروستي. انا سألت سؤال وعايز اجابة، انت بتحبيني ليه؟ عشان فيك حاجات مش في حد، عشان راجل محترم ومؤدب في وقت بقت قلة الأدب هي الموضة.
طيب وحنين وبتسامح. أنا بقى بحبك عشان بحبك. أنا حبيتك حتى قبل ما أعرفك، وهو ده الفرق اللي بيننا. أنتي كنت بتدوري على واحد شبهي، حياتك ناقصة إنسان بالمواصفات اللي أنت لسه قايلها. وهو أنا قلت لأ؟ أنت سألت وأنا جاوبت، وأه بحبك عشان الحاجات دي، ولو كنت شبه ناصر أو مجدي ما كنتش حبيتك. مدام صافي. طيب انا همشي. نسيت اديك هديتك. رومانسية انت. انا غلط اللي سماك يا حبيبة، بس مع مسمى. بابا الله يرحمه كان دايما يقول لي انه في علاقة بين اسماء الاشخاص وتصرفاتهم. يا ولهاني في الاول وفي الاخر في عشرة، أنا لازم أحترم العشرة. بتهيألي أنت لو سألت أي حد هيقول لك أنا أكتر واحد بصون العشرة. أنا راجل مشغول، لما بكون فاضي بحب أروق دماغي. ما أظنش إن أوجع قلبي بشغل العيال الصغيرة ده. أنا خطي وحش جدا يا سيدنا، بس يعني هقول لحضرتك كلمة واحدة بس. اكتب. باشا أنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب. ما بفكش الخط والله، حتى اكشف عليا.